مكان جميل جدا، ومجرد الاعتراف فيه انه هو شيء عالمي، بالتالي هذا راح يكون مركز سياحي مهم اذا تم ترميمه على الاصول. واحنا بنعرف انه السياحه قديش هي رافد للاقتصاد مهم جدا، وبنعرف قديش الاردن فيها مواقع اثريه مهمه، مواقع اثريه سياحيه وتاريخيه ودينيه، واعتقد هذا كنز حقيقي اذا احسن ادارته واستثماره. هذا المكان كثير جميل اذا بتلف فيه، مدينه جميله اذا ترممت. يعني احنا بنشوف هذا الحجر كيف شكله راح يكون، راح يكون شيء ساحر. والمنطقة جميل، طقسها حلو، يعني هاي انا واثق 100% بالربيع والشتاء منطقة ساحرة، وهي ممكن تصير اذا ترممت كلها، لانها مدينة كبيرة وحلوة وحجارها موجودة فيها. اعتقد هذا راح تكون مركز سياحي عالمي، وبتعرف انت لما يصير مركز سياحي عالمي جميل قديم قديش هذا ممكن يرفد المنطقة ويدعم اهل المنطقة. واحنا بنعرف شو قديش اثر السياحة، السياحة تعتبر زي البترول، والاردن مليء بالأماكن الأثرية، شيء جميل. ومبروك للأردن، ومبروك لكل يعني، والشكر لكل اللي ساهموا في تثبيت هذا الشيء على السياحة العالمية. شكرا سعادتك، يعطيك العافية. شكرا يا سيدي.